هاي صبايا، أنا سارة. اليوم عزيزتي بهذا الفيديو رح نعمل مع بعض تمارين إيطالي لحتى تساعدك على استرخاء العضلات بشكل تام. إذا كان عندك شد عضلي، إذا حاسة بمنطقة معينة بجسمك، الفخذ، البطن، الظهر، الكتف، عم يوجعك بعد ممارسة تمارينك الرياضية، أو إذا كنت قاعدة بالمكتب طوال اليوم وأسفل الظهر ما يوجعك، هذا التمرين كتير ممتع ومريح للعضلات، لأني حيشد حيفك الشد تبع العضل يلي ضاغطين على المفاصل ويسببون هذا الألم. بحب ضيف نقطة كتير حلوة للبنات الدعومات، إذا حابين تزيدوا من طولكم سنتي ونص أو سنتيين، استمروا على تمارين الإيطالي كل يوم. أوكي حبيباتي، سو إذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش فورا. سو حنبلش كل تمرين 30 ثانية، أوكي؟ نفرد عضلاتنا ل 30 ثانية. أول شيء بدي إياكي بس تقعدي بهي الطريقة، تفتحي فخذك هيك بهي الطريقة، أوكي؟ بس افتحي على طرف. حسي فيها، ما بدي اياكي تضغطي على شيء، بس بدي اياكي تجري هذا مشط القدم لعندك بس هيك. اوكي نبدل للطرف الثاني، بس شدي هذا لعندك، ما بدي تدوري ظهرك. اذا ما فيكي تمسكيها مو مشكله، خليكي هون، اوكي؟ بس شديه لعندك وما بدي القدم مرفوع على الأرض، نزليها تماماً. برافو عليك. القدمين على الأرض تماماً تماماً، أوكي؟ 2 1. هلا بدي إياكي تفتحي الرجلين الاثنين مع بعض بهي الطريقة، اوكي؟ قد ما فيك. شوفوا صبايا، المهم انه انا ظهري مستقيم، ما بدي اياكي تعملي هيك، اوكي؟ خلي رجليكي على الارض تماما ملزوقين، اذا ما فيك تفتحي كثير مو مشكله، ظهر مستقيم، الرجلين على الارض، وقفي هون. سو خذي نفس عميق من انفك وعطي من تمك. تنفسي. اوكي سو هلا بدي اياكي شوي المؤخره رجعيه هيك لورا. اوكي القدم مشدوده لعندك تماما تماما، اوكي؟ شوي ميلي لقدام بس هيك بس هيك. تمام؟ محلك، الكتاف نازلة مو رافعة، نازلي كتافك، شدي ظهرك، برافو عليكي. هلا بديك تقدمي شوي لقدام، شوي صغيرة، الرجلين لساتهم على الأرض، المشط مشدود لعندي. تنفسي، ما تحبسي نفسك، خليكي هون. طيب هلا بديكي كمان شوي لقدام، كمان شوي لقدام، برافو عليكي. خليكي جسمك، شوفي لما بتنزلوا احيانا بشوف كثير غلط كبير بالنوادي الرياضيه، بتلاقي واحد فاتح رجليك وواحد عم بتفشه من هون هيك، فبتلاقيه تقوص جسم ظهره بهي الطريقه، هذا كثير غلط. انا بدي اياكي حدا اذا بده حدا يساعدك، يساعدك من اسفل الظهر وظهرك يضل مستقيم، اوكي؟ ما بدي اياكي تقوسي ظهرك هيك، اوكي؟ مستقيم. قد ما فيكي، مو مشكلة. تنفسي، بلشت، لا ترفعي الرجلين على الأرض، خليهم الرجلين على الأرض ملزوقين تماما، تماما تماما، اوكي؟ كمان شوي، كمان شوي. أو ماي جاش! الظهر مستقيم، الكتاف مو شادين على الأدنين، نزليهم. بطنك جوا.
طبعا اذا فيكي اذا فيكي اذا فيكي انزلي. يمكن انا هذا الحد الاقصى عندي، بس بلشي تدور الظهر معناها لازم توقفي. اوكي وريحي، خذي نفس عميق من انفك وعطي من تمك يا حلوتي. هلا بدي اياكي، هلا بدي اياكي تسطحي على ظهرك. اوكي سطحي على ظهرك بهاي الطريقة، رجلين سحبتهم هيك لعندي. اوكي شدي 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 الركب على صدرك، لا تشدي عضلاتك. انا بدي اياكي تحسي بالجاذبية الأرضية أثناء تمارين الإطالة. اوكي حسي بالجاذبية الأرضية يعني ارخي جسمك على الأرض تماما، ارخي. اوكي اضغطي الركب على، هلا تركت، هلا بجيب ركبه فوق ركبه. اوكي بمد ايدي من هون وبشد. لاحظي طريقه. اوكي شدي شدي كمان كمان شوي. اذا ما حسيتي بدك تحسي بهي العضله تبع المؤخره. اوكي اذا ما حسيتي نزلي لي هي هيك، كيف بتحسي في العضلة تبع المؤخرة؟ خسبتيها وشدي. اوكي بدلي للطرف الثاني. اوكي بحسها هي مثل مقود التحكم. القدم هي نزليها شدي بس. حسي هون، حسيها، حسي انه كتافك ما يطلعوا على الارض، حسي بالجاذبيه، جسمك مرخي بس العضله اللي عم تنشد خليها تنفتح. اسمها اطاله، اطاله العضله المشدوده، العضله القصيره ايا كان مسماها. اوكي لذلك بدي اياكي تحسي. نفسي نفسي نفسي، برافو عليكي. هلا بدي اياكي تمدي رجليك، تاخدي الرجل اليمين الركبه. اوكي تاخدي الركبه وبرمت وطلعت على طرفي الثاني. شوفي كتفك ما يطلع على الارض، مو مشكله اذا ما قدرتي تنزلي الركبه تماما على الارض، لكن انا ما بدي اياكي كتفك يطلع من على الارض. كتفك الاثنين على الارض وطلع بالاتجاه المعاكس، طلع بالاتجاه المعاكس. لا كنتي مانك شايفتيني انا حخبرك متى توقفي او تبدلي. ريحي حسي بالجاذبيه الارضيه تماما تماما. الطرف الثاني بدلي وطلعي بالاتجاه العكسي. شوفي كتفي ما يطلع من الارض، رخي جسمك، رخي تماما، طلعي بالاتجاه المعاكس. برافو عليكي. سطحي على ظهرك، طبعا اذا ما فيكي فيكي وحده وحده تعمليها، اذا ما فيكي تسطحي على ظهرك فيكي تضلي هيك مو مشكله. alright so okay بدي اياكي تفتحي بهي الطريقة.
ما نحس بالعضلة الداخلية تبع الفخذ. Alright. هلا بدي اياكي يا حلوتي على ظهرك على ظهرك بدي اياكي ترخي إذا بدك نزلي المؤخرة على الكعب بدي اياكي رفعنا 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 وتركنا مرة ثانية رفعنا 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 وتركنا كمان مرة هلا بدي اياكي يا حلوتي تسطحيه على ظهر على وجهك تماما اوكي فتحت ايدي بهي الطريقة برمت ايدي مفتوحين عرضا حسي بالجاذبية الأرضية رخي عضلاتك رخي جسمك اوكي ما تشدي هاي الرجل على الأرض اوكي الطرف الثاني alright so عزيزتي هلا بدي اياكي ظهرك على ظهرك بدي اياكي ترخي إذا بدك نزلي المؤخرة على الكعب سو حبيباتي هذا كان كل شيء لليوم إذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة إذا كنت مشاهدة جديدة بحبكم كتير شوفكم بعدين باي هلأ عزيزتي بدي إياكي قبل ما تتركيني وتروحي خلينا نعمل شوية تأمل لحتى نطلع التوتر والقلق والمشاكل اللي عم تدور براسنا أو نريح أعصابنا إذا في كان عندك توتر اتجاه أي موضوع معين قبل كل شيء روحي طفي لي هالضو طفي اوكي طيب هلا بدي اياكي تسطحي على ظهرك تماما اوكي تسطحي على ظهرك انا فضلت انه ما فرجيكي صورتي بدي اياكي تركزي على صوتي لاني حتغمضي عيونك غمضي عيونك رخي ايديكي افتحي ايديكي هيك على الارض افتحي رجليكي كمان هيك وانتي من السطحه وضعيه استرخاء تام خدي نفس عميق من انفك حطي ايديكي على بطنك حسي ببطنك وهي عم ترتفع وعطي من تمك كمان حسي ببطنك كيف عم تنزل وكمان مرة تانية رجعي خدي نفس عميق من انفك وايدك على بطنك وارفعيها وعطي من تمك حسي بكل المشاكل والأفكار السيئة اللي عم تدول براسك كأنها عم تطلع مع هواء الزفير اللي عم تنفخي كمان مرة نفس عميق من أنفك وعطي من تمك حسي باسترخاء تام فضي لي مخك تماما ركزي معي خليكي مع صوتي ركزي وحسي بالجاذبية الأرضية يعني رخي عضلات جسمك تماما تماما رخي عضلات القدم وأصابع رجلك مرتخية تماما رخي عضلات البطة رخي عضلات الفخذ عضلات البطن مرتخية عضلات أسفل الظهر وعضلات الظهر رخي عضلات كتافك رخي عضلات الصدر رخي عضلات الرقبة ورخي عضلات وجهك كاملا العيون الخدود الدقن كلها مرتخية
مخك صافي تماما وذهنك ما فيه غير الأفكار الإيجابية. فكري بأي شيء بتحبي، أي مكان تحبي تكوني فيه بهاي اللحظة فكري فيه، وتخيلي نفسك أنت فيه بهذا المكان بملابس واسعة، بملابس مريحة. تخيلي هواء الأكسجين اللي عم تتنفسي، تخيلي نفسك وأنت مبتسمة وسعيدة. رخي عضلات جسمك، رخيهم 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 تماما. خلينا ناخذ آخر مرة نفس عميق من أنفنا ونعطي من تمنا. رح أتركك لحتى تركزي على المكان اللي أنت حابة تكوني فيه مع الناس اللي أنت حابة تكوني معهم.